ازيكم؟ النهاردة هنستعرض أسعار الخواتم والدلايات، هنستعرض كذا ميزان أو كذا حجم. إحنا لسنا عند محل سندس للمجوهرات، الكوليكشن عندهم كبيرة بس طبعا مش هنقدر نستعرضها كلها، الأشكال حلوة قوي وطبعا أقل مصنعية، مصنعياتهم حلوة جدا زي ما انتوا عارفين. الأوزان النهاردة هنستعرض أوزان الخواتم التقيلة، هيكون وزنها من 7 ل 14 جرام وسعرها من 5000 لغاية 10000 جنيه، وطبعا على حسب الميزان والمصنعية. والأوزان الخفيفة هتبقى من 3 جرام ل 7 جرام، ودي أسعارها بتتراوح من 2000 لغاية 5000 جنيه. سعر عيار الذهب النهاردة 587 عيار 18 طبعا، والمصنعية على الحاجات دي بتتراوح من 85 ل 100 جنيه على الجرام و5.5 دمغة وضريبة. ونروح بقى للدلايات، وفي من اول 2 جرام لغاية 10 جرام، الاسعار بتتراوح من 1360 لغاية 6870. We'll be right back.